بديل الرخام خلاص غزا الأسواق وأصبح أفضل من البلاط. طبعا البلاط أقوى، لكن ميزة بديل الرخام أنك تقدر تفك في أي وقت وتبدل بشكل ثاني، بس لابد يكون الفنش نظيف. لاحظوا هنا ربما يحتاج قص كويس أو لا، بس حتى لو بتروب يركب على سمنت بورد بضاعة مخفية. البلاط أقوى ولكنه مكلف، وميزتي إذا بتغير عيبها، قصدي إذا بتغير لازم تكسر. ميزته هي المسح، تقدر تمسحه وتنظفه ما فيه مشكلة صراحة، عكس الدهان العادي. يعني الدهان العادي إذا ربع لمعة نص لمعة ينمسح بقماش معينة، لكن مو مثل هذا صراحة، وأفضل من ورق الجدران من حيث النظافة، تقدر تنظف بسهولة.